طبق كتير لذيذ، يعني مش عارفة أشرحه. على مائدة رمضان كتير 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 طيب، حبيتوا تحطوه على الفطور للسحور كمان، ولا أطيب من هيك. وصفة فيها مبدأ كتير حلو، مبدأ الاستفادة من كل بقايا الطعام الموجود عندكم. أساس الوصفة البطاطس، أنا أفضل إنها تكون صغيرة شوي. حبتدي بسلق البطاطس في طنجرة تبقى مناسبة لكمية البطاطس، ححط كمية من المي، رشة ملح، هستعمل قالب المافن أو قالب الكب كيك، بس أنا اخترت المقاس الكبير شوي. حبتدي أمسحه بزيت الزيتون، ممكن أستعمل الزبدة إذا حبيتوا، السمنة، زيت الذرة، كله بيبقى طيب. وبالفرشة أوزع الزيت يغطي القاع وجوانب القالب. بعد ما سلقت البطاطس لازم أستعملها وهي سخنة. هاخد هلأ حبة البطاطس وأحطها في داخل القالب. أي كوباية، بيالة، طرف معلقة، هيك أي شيء بقدر أستعمله. بضغط على البطاطس وهي سخنة شوي شوي، شوفوا الشكل كيف طلع معاي. برضو على القطعة الثانية ضغطة خفيفة. خلصنا هذه المرحلة. عنا شوية بابريكا، شوية أوريغانو، كميات بسيطة، ما تغلبوش حالكم عشان الطعم ما يبقاش قوي. وإذا حبينا شوية بهار مشكل، هلأ بنقول للأطفال كل واحد شو بيختار يحط. عنا تشكيلة الفليفلة، نحط شوية فليفلة، هنحط شوية الجبنة الشيدر. طبعا ما دام في أطفال مش هقولكم حطوا فلفل وهيك أشياء، بس أنا بعطيكم بعض الأفكار. باخد شوية بروكلي، الذرة، هبتدي آخذ هلا أعزائي الجبن الكريمي. وإذا حبينا الفليفلة الخضرة تاني، الحمراء، الصفراء، الجبنة الموزاريلا. هلا بالنسبة للفرن على درجة حرارة 180 حسب مقاس القالب اللي عندكم، فيكم تحطوه لحوالي 20 دقيقة لتتحمر البطاطس وتدوب الجبنة وتختلط مع الخضروات، وهيك تصير إشي زاكي جدا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة. طبق كتير مميز. خلينا نشوف أعزائي طريقة التقديم. أعزائي بعد ما دخلت المافن على الفرن، طبعا حيبقى شكلهم في منتهى الجمال، وعلى فكرة ريحتهم هم بالفرن كتير كتير شهية. هلأ فينا نشيلهم في منتهى البساطة ونحطهم على طبق التقديم، بس خلوا بالكم لأنه بيبقوا حساسين يعني، وزي ما شفتوا شكلها كتير بشهي. رشة بسيطة من البقدونس أو أي خضرة. أرجو أنكم تجربوا هذه الوصفة وتفضلوا.